جئنا إليك أبونا السماوي، عيوننا شاخصة إليك. الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر. لكونك انت يعني هالك تخلص بالتوبة بدم المسيح، ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي اتمتع بالرحمة. مساء الخير، ازيكم؟ تعالوا كلنا نشكر ربنا من اجل وجودنا في حضوره، وتعالوا نعلن ايماننا كده ان الرب هيباركنا، لانه مكتوب كده انه حيثما اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي هناك اكون في الوسط. واعظم بركه لينا ان الرب يبقى في وسطينا، يلمس احتياجاتنا، يشفي امراضنا، يحررنا من الحيرة، يحررنا من الخوف، يحررنا من الهم، يحررنا من القلق. وزي مكتوب كده، ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. وأكتر حاجة إبليس بينجح إنه يحاربنا بيها هي الهم. يعولك هم بكرة، يعولك هم ولادك، يعولك هم حاجة مش كاملة عندك. لكن الرب إله كل نعمة بيهتم بأدق تفاصيل حياتنا. تعالوا نشكر رب كلنا، تعالوا نصلي كده دقيقة قبل ما نبتدي. يا رب نشكرك لأنك أنت بتهتم يا رب بكل شيء. يا رب يا رب نشكرك يا رب. مكتوب أنك بتعتني بالعصافير، فكم بالحري نحن. نشكرك يا رب لأنك تعلم احتياجاتنا. حطين يا رب كل أمورنا بين إيدك، واثقين يا رب أنك تملأ كل احتياج بحسب غناك في المجد. وأشكرك يا رب المكتوب لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك. أشكرك يا رب تنزع من جوانا الخوف والهم والقلق. نعم أنتم أفضل من عصافير كثيرة. الرب قال لهم كده، أنتوا أحسن، أنتم أفضل بما لا يقاس، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. أشكرك يا رب لأن مكتوب هذه كلها تطلبها الأمم، أما أنتم فأباكم. أشكرك يا رب لأنك أنت أبونا، أبوكم الذي في السماء يعرف ما تحتاجون إليه. أشكر رب لأنه عارف أنت محتاج إيه وهيسدد احتياجك. يا رب جايلك بنتكل عليك يا رب، انت ملك الملوك ورب الارباب، انت بتهتم بكل شيء يا رب. يا رب بنشكرك يا رب، نشكرك. قود يا رب انت اجتماعنا، قود تسبحنا، ترنمنا ليك، ادينا نقدم ليك ذبائح تسبيح وشكر يا رب، ثمر شفاه معترفه بفضل نعمتك. الذي احبني وبذل نفسه لاجلي وأسلم نفسه لأجل. هاليلويا يا رب، هاليلويا، هاليلويا، هاليلويا. يا رب بنعلن إيماننا أن إبليس يفشل ويعجز في عقد أي بركة لأي نفس فينا. هاليلويا ليك يا رب، هاليلويا، هاليلويا، هاليلويا. شكرك وبنسبحك يا رب، ليك المجد يا رب. وتعالوا نبتدي وإحنا بنقول ملك الملوك رب الأرباب، ليك السلطان وحدك كل القدرة. حط عينك على الرب اللي ليك كل القدرة، ليك كل السلطان، ليك كل السيادة، ملك الملوك. هللويا. سيد الأسياد
بسيطة، لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك. ورب عايز ينزع من جوانا كل خوف، لأنه مكتوب كده أن المحبة الكاملة، محبة الرب الكاملة تطرح الخوف إلى خارج. ونفسي كده لو الآن وشايل هم وخايف، وطبعا كل الأخبار اللي حوالينا واللي بنسمعه دي زي مصادر كده تحط فينا خوف، بس مفروض انك لما تسمع كده تقول لا، انا ليا اب بيهتم بيا، انا ليا اب بيرعاني، انا ليا اب شايل همي، انا ليا اب هيسندني. حتى لو دخلت ضيق الرب مش هيسيبني، الرب لي فلا اخاف، الرب لي فلا اخاف. تعالوا نقول الرب مع بعض كده: ابي انت والهي، خذني بقرب قلب. حط عينك على الرب وغني من مثلك، وكل ما تعرف تستمتع بالرب كل ما الخوف اللي جواك هيهرب. كل ما تطمن في الرب، كل ما تعرف تقول الرب انت ابويا فعلا، ابي انت
حافظ العهد. انت حافظ العهد. الناس مش بتحفظ عهودها، لكن الرب حافظ العهد، يقول ويعمل. من قال فكان دون امرك يا رب. هللويا. خذني بقرب قلبك فأعبدك، خذني بقرب قلبك فأعبدك وأغني من مثلك، أغني من مثلك، وأغني من مثلك، أغني من مثلك. أبي أنت وإلهي، أبي أنت وإلهي، صخرة خلاصي. حافظ العهد، حافظ العهد والأمانة، لا تنكر نفسك، لا تنكر نفسك. رفع رأسي، رفع رأسي حسب وعدك، لزاتف وأصرخ أهلل بك سيدي يا سيدي، أعلن فيك نصرتي. حنانك حياتي هي رضاك انت يا ربي، فرحة قلبي انا عايش هنا بستناك. يرويني يا يسوع بحنانك، حياتي هي رضاك انت يا ربي، فرحة قلبي انا يا مجدي يا أغلى صديقي، يا حبيبي يا منور عمري، يا فدي يا يسوع ما أحلاك. هاليلويا هاليلويا، قلبي ثابت وأنا وياك. هاليلويا هاليلويا، أنا ليا مكان في سماء. هاليلويا هاليلويا، قلبي ثابت وانا وياك. هاليلويا هاليلويا، انا ليا مكان. يا رافع راسي، يا رافع راسي في الطير، يا مجدي يا اغلى صديقي، يا حبيبي يا منور عمري، يا فدي يا صام أحلاك. هاليلويا هاليلويا، قلبي ثابت وأنا وياك. هاليلويا هاليلويا، أنا ليا مكان في السماء. هاليلويا هاليلويا،
عارفين الفرح مش بيجي من بره. كتير نبقى متخيلين انه الظروف لما بره تتغير انا هفرح وارتاح ويبقى عندي سلام. بس حتى لو فرحت بالظروف اللي بره بتتغير هيبقى فرح قليل قوي، مش عميق وزائل بسرعة، بيمشي بسرعة. لكن الفرح اللي من جوه، يعني كلنا عارفين اللي هقوله، بولس وسيلا كانوا في وضع مستحيل يفرحوا بالفكر بالمنطق، دول مضروبين عشان الرب، دول مجلودين ومربوطين وحالتهم صعبة وجوه السجن ومتبهدلين، ما عندهمش حاجة من بره خالص تفرحهم. لكن كل الألام دي اللي جات عليهم وكل المشاكل اللي جات عليهم ما قدرتش تغلب الفرح اللي جوه. أنا ليه بقولك كده وبقول لنفسي قبليكم، نفسي إنه دايما يبقى مصدر فرحي مش بره، لأنك لو اعتمدت إن مصدر فرحك يبقى بره مش هتفرح، صدقني مش هتفرحي، وإن فرحتي هتفرحي وقت قليل قوي. لكن لو اعتمدت دايما إن مصدر فرحك زي ما كنا بنرنم، أنت رافع راسي، أنت سعادتي، أنت فرحي، لو اعتمدت إن الرب هو بقى فرحك مهما حصل في الظروف من بره هتقدر تفرح، هتقدر في وسط الضيق تسبح الرب، هتقدر في وسط الضيق ترفع صوتك للرب. أمين. تعالوا نقف مع بعض نقول له في ضيقي دعوتك يا رب، أحبك يا رب يا قوتي. إلهي أنت تضيء سراجي. حط عينك على الرب اللي يقدر يفرحك، اللي يقدر ينشلك من الضيق. أشكرك يا رب. في ضيقي دعوتك يا ربي وصرخت يا سيدي إليك فسمعت من هيكلك صوتي ودخل صراخي أذنيك. في ضيقي دعوتك يا ربي وصرخت يا سيدي إليك فسمعت من هيكلك صوتي ودخل صراخي أذنيك. أحبك يا رب يا قوتي صخرتي وحصني ومنقذي، إلهي صخرتي بك أحتمي، ترسي وقرن خلاصي وملجأي. أحبك 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 ربي للأبد، سدي يسوع في حياتي، نفسي معك مرتاحة، بلاقي نجاتي وفي قربك لاقي الراحة. سدي يا يسوع، سدي يا يسوع في حياتي، نفسي معك مرتاحة، في بلاقي نجاتي وفي قربك لاقي الراحة. انت مالك عمري، انت سيد قلبي، انت وحدك ربي وكل حبي ليك، انت مالك عمري، انت سيد قلبي، انت وحدك ربي وكل حبي ليك. غالي عليا، غالي يا رب عليا، غالي عملك فيا، حبك مالك ياني كنزي وكل مالي. غالي عليا، غالي يا رب عليا، غالي عملك فيا، حبك مالك ياني
مالك أمري وحدك مالي أنت سر سلامي أنت سر سلامي ليك بقدم عمري بهدي لك أيامي وحدك مالك أمري أنت سر سلامي أنت مالك عمري كله محبة كله محبة قول تاني ده جماله بارع ده جماله بارع بارع أجمل من كل الناس نور وجهه صادع صادع كله محبة وإخلاص مش لاقي زي حبيبي نورت في كل مكان تعالوا نيجي كلنا للرب تعالوا 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 يا تعبا من العالم الحزين تعالوا خذوا السعادة من فاد العالمين هتنسوا هموم العالم في لحظة طرف عين هتنسوا العالم في لحظة طرفة عين في لحظة طرفة ده جماله بارع ده جماله بارع أجمل من كل الناس نور وجهه صادع صادع كل محبة إخلاص مش لاقي زي حبيبي مفيش زي يسوع. يا رب نشكرك لأنه ممكن تصلي كده معايا ولا رب أشكرك لأنه مفيش زيك دورت في كل مكان يا رب. نعم يا رب أشكرك 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 يا رب أنه مفيش زيك يا رب ليس مثلك يا رب. مين غيرك اللي بيريح؟ مين غيرك اللي بيشفي؟ مين غيرك اللي بيفهم؟ هاللويا ليك يا رب هاللويا. واشكرك يا رب لانك تمد ايدك وتلمس وتريح كل نفس فينا يا رب. راحه من عندك يا رب طلبناه فاراحنا من كل جهه. اشكرك يا رب اشكرك اشكرك اشكر رب لانه هيريحك وهيريحك. اشكر رب لانه مش هيخرجك بتعبك وهمك. يا رب مين غيرك يا رب بيحن علينا ومين غيرك بيهتم بينا
من غيرك بيفهم يا رب مشاعرنا. هاللويا ليك يا رب، هاللويا هاللويا هاللويا. نرتاح يا رب فيك، بنرتاح فيك يا رب. هاللويا كل همنا، كل همنا عليك. هاللويا هاللويا هاللويا. تعال نقول للرب مع بعض كده، سنين طويلة مضت ونفسي تفتكر مع نهاية السنة دي رب قد إيه شالك طول السنين اللي فاتت، وزي ما كان أمين معاك، وأنا أعتقد إن حدش يقدر يقول الرب ما كانش أمين. حتى لو إحنا وحشين الرب أمين، حتى لو إحنا مش كويسين الرب أمين. وزي ما شالني على الأزرع الأبدية طول السنين اللي فاتت، هيعرف يشيلني طول السنين اللي جاية، طول الرحلة. في مراعي الحب، في مراعي الحب. يلا كلنا على بعض. سنين طويلة مضى والرب معتني بيا، وكل يوم محمود على الأذرع الأبدية. سنين طويلة مضى والرب معتني بيا، وكل يوم محمود على الأذرع الأبدية. ويا صبيا دوما سني في مراعي الحب قايمني، ويا صبيا دوما سني في مراعي الحب قايمني. يسوع سباني، يسوع سباني الحب والقلب بفرحة، وعد يجينا من مجده وتنتهي الأحداث. يسوع، يسوع سباني الحب والقلب بفرحة، وعد يجينا من مجده وتنتهي الأحزان. تبقى السما كلها ليا، أعظم ما فيها فديا. تبقى السما كلها ليا، أعظم ما فيها. ملك الملوك يا يسوع، ملك الملوك يا يسوع، يا سيد الأسياد. نفوسنا في انتظار تاخدنا للأمجاد. ملك الملوك يا يسوع، يا سيد الأسياد. نفوسنا في انتظار تاخدنا للأمجاد. واتملى في بعنيا يا يسوع يا تاني. سنين طويلة مضى، سنين طويلة مضى والرب معتني بيا، وكل يوم محمود على الأذرع الأبدي. قول تاني، سنين طويلة، سنين طويلة مضى والرب معتني بيا، وكل صبيا تمسكني في مراعي الحب قايمني، ويا صبيا تمسكني في مراعي الحب قايمني. ويسوع بيده، ويا صبيا تمسكني في مراعي. ومرة تاني، يسوع بيده، ويا صبيا تمسكني في مراعي الحب قايدني.
وتناهى الليل تناهى وتقارب النهار وارسنا جاي يخوضنا نستوطن الديار وتناهى الليل تناهى وتقارب النهار وارسنا جاي يخوضنا نستوطن الديار بشوق وحنين بشوق وحنين وصبر سنين بكل يقين وإيمان للسما شخصين ومنتظرين نشوفك بالعين بشوق وحنين بشوق وحنين وصبر سنين بكل يقين وإيمان للسما شخصين ومنتظرين نشوفك بالعين وتناهى الليل تناهى وتقارب النهار وارسنا جاي يخوضنا مستوطن الديار وتناهى الليل تناهى وتقارب النهار وارسنا جاي يخوضنا مستوطن الديار. احنا مكاننا مش هنا, عارفين كده ولا لا؟ ايوه الابدية. حد قال الابدية؟ عايزين ندي المجد للرب اللي عطانا الأبدية. احنا لولا الرب ما كانش يبقى مكاننا الأبدية, كان يبقى مكاننا البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. اشكر رب انه نقلك من الموت للحياة, وزي ما نقلني ونقلك ونقلك من الموت للحياة هو ضامن حياتك هنا. وعايز اقولك يعني واقولك لو انت مش متأكد انك اتنقلت, لو انت مش متأكد انك لما تسيب الارض, لو انت مش متأكدة, لو في حد من المشاهدين مش متأكد انه لما يسيب الارض من هنا هيروح عند يسوع في السماء, لازم تصلي ولازم تطلب الرب وتقول له موضوع بسيط, يا رب زي فاكرين اللص قال له اقبلني انا ما عنديش حاجة, اقبلني يا رب. ورب بيحبك ورب بيرحب بيك ورب عايز يديك حياة أبدية, لأن الحياة الأبدية هي مفتاح كل حاجة. الحياة الأبدية هي مفتاح السعادة هنا. يعني عايز تعيش سعيد هنا, اتأكد ان لك حياة أبدية. بالرغم ممكن زي ما كنا بنقول يبقى عندك ضغوط ومشاكل, مش معنى انك هتعيش سعيد ان مفيش ضغوط مفيش مشاكل, لا. ممكن يبقى عندك ضغوط كتيرة قوي ومشاكل كتيرة قوي, لكن عايش سعيد جدا جدا جدا, الرب يضمن. تعالوا نقف مع بعض, خلي الآباء الكهنة موجودين قاعدين, وتعالوا نقف مع بعض احنا ونقول للرب هو ضمني. عبرين دايسين ايه؟ لا مش سامعكم. عبرين دايسين ايه؟ كل الصعوبات, هندوس الصعوبات بالرب نقدر. دبورة قالت كده, دوس يا نفس بعز, مش دبورة تقريبا, الرب سلطني على الجبابرة. هتقدر تدوس وانت هتقدر تدوسي. هو ضمني, هو ضمني. قل لنفسك هو ضمني, هو ضامن يعدي بيا الأبدية, هو ضامن يعدي بيا الصعاب. يلا كلنا مع بعض. عبرين دايسين كل الصعوبات, أفرحنا بتعلي نصر أكيد, وعود مليانة بحرية, سلطان بيخلي القلب سعيد. هو ضمني بيطمني, قريب مني حبيبي يسوع, يوي نداني غير حالي ويا الغالي حبيبي. هو ضمني, هو ضمني بيطمني, قريب مني حبيبي يسوع, يوي نداني
فداني غير حالي ويا الغالي حبيبي يسوع ويا الغالي حبيبي يسوع حبر شايل في القلب هتاك ورب مرفوع الرب عظيم قلوب فرحانة ما بتخاف بتمجد غافر ذنب عظيم هو ضامني بيطمن قريب مني قريب مني حبيبي يسوع جوي نداني ويا الغالي حبيبي هو ضامني هو ضامني بيطمني قريب مني حبيبي يسوع جوي نداني غير حالي ويا الغالي حبيبي يسوع ويا الغالي حبيبي عايشين أحرار قبرين عايشين أحرار وياك خطوينا تشهد لك بإيمان قلوب تشتاق تتمنى لقاك عبرين ومعاك لينا السلطان هو ضامني بيطمني هو حبيبي يسوع جوي نداني غير حالي ويا الغالي حبيبي يسوع هو ضامني بيطمني جوي نداني غير حالي ويا الغالي حبيبي يسوع ويا الغالي عبرين تركين عبرين تركين لك أتعبنا أحملنا في إيدك ترفعنا من ضعفتنا نصرتنا وياك طمنها هو ضامني بيطمني قريب مني حبيبي يسوع جوي نداني غير حالي ويا الغالي حبيبي يسوع هو ضامني بيطمني قريب مني حبيبي يسوع جوي نداني غير حالي ويا الغالي حبيبي يسوع ويا الغالي حبيبي يسوع نادى علينا وبقى لنا مينا مرسى وشط وفلك نجاة صرنا سفينة يد أمينة تعالى الموجة ونعلم نادى علينا وبقى لنا مينا مرسى وشط وفلك نجاة صرنا سفينة يد أمينة تعالى الموجة سر حياتنا ده هو يسوع بيرنمنا بصوتنا اسمه سر حياتنا ده هو يسوع بيرنمنا بصوتنا اسمه هو الكلمة وهو الله هو بروح أعطانا حياة هو الكلمة وهو الله هو بروح أعطانا وسط المحنة وسط المحنة بسرعة لمحنا يسوع الحلو وجالنا أواب ألف وعوده إن وجوده تملي معاه أمان وسط المحنة بسرعة لمحنا يسوع الحلو وجالنا أواب ألف وعوده يلا كلنا مع بعض انت حرسنا وانت وسينا هيا عدينا لحد سماء مهما الغربة هترسل مركب انت حرسنا وانت وسينا هيا عدينا لحد سماء مهما الغربة تملي
علينا صعبة ترس المركب وهنيئها سر حياتنا ده هو يسوع نرنمها صوت مسموع سر حياتنا ده هو يسوع نرنمها صوت مسموع هو الكلمة وهو الله هو بروح أعطانا حياة هو الكلمة وهو الله هو بروح أعطانا حياة بنسبح ونرنم ليك وبنهتف مجدا يا رب بنسبح الرب بنسبح ونرنم ليك وبنهتف مجدا نرفع اسم يسوع نرفع اسمك ونعليك أصلنا فيك منتصرين خلي احنا فيك غالبين احنا جيوش المبنيين خلي احنا فيك غالبين احنا جيوش مش ممكن تقدر علينا مش ممكن تقدر علينا أي صعب وإحنا عبرين أي صعب وإحنا عبرين أي صعب يلا مرة تاني بنسبح ونرنم ليك بنسبح ونرنم ليك وبنكتب مجدا يا مليك بنسبح ونرنم وبنكتب مجدا يا مليك نرفع اسمك ونعليك أصلنا فيك منتصرين غلبي احنا بك غلبين احنا جيوش المبنيين غلبي احنا بك غلبين احنا جيوش المبنيين مش ممكن تقدر علينا أي صعب وإحنا عبرين أي صعب وإحنا عبرين أي صعب وإحنا بنجد المجد كلنا للرب للرب كل المجد في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا يا رب نشكرك لأنك تدينا ننتصر باسمك للرب كل المجد أمين أستاذنكم داف نسمع كلمة ربنا إنجيل مرقس الإصحاح الثامن عدد 35 و36 فأن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من أجلي ومن أجل إنجيل فهو يخلصها لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه ناخد رومية 12 الأعداد الأولى فأطلب إليكم أيها الأخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية ولا تشاكلوا هذا الظهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي رضا الله الصالحة المرضية الكاملة مجدا لزات الأقدس إلهنا أمين خلينا ناخد دقيقة كده نصلي نقول يا رب افتح قلوبنا النهاردة عشان يا رب نسمع الحكمة يا رب كلمتك هي حية وفعالة كلمتك بتغير تجدد تفرح تعزي هي طريقنا يا رب النهاردة جايين لك وإحنا بنقول لك يا رب إحنا بصلاة المرنم اللي قالها إقبلنا نقول لك إقبلنا وحطنا على الطريق يا رب النهاردة يا رب جايين وعايزين نسمع منك رسالة النهاردة يا رب اجعل قلبي يا رب أرض طيبة صلي معايا كده قول له اجعل قلبي يا رب أرض طيبة أرض تتفاعل
مع مهارة الزارع العظيم. يا رب ساعدنا النهاردة وهد روعنا يا رب وقل الذئب أن تسكت. أؤمر يا رب دايما، أؤمر يا رب بالبركة لأولادك يا رب النهاردة، بركة الكلمة يا رب، هي كلمتك أنت يا رب، من أجل يا رب الشخص الضعيف، من أجل يا رب استخدامك لنا نحن غير مستحقين يا رب. باركنا وبارك يا رب كل من يسمعنا ويشاهدنا ليتمجد اسمك من الآن وإلى الأبد، أمين. أحبائي، وأنا بتكلم شوية كده مع أحد الإخوة بنقول كده يعني إيه اللي ممكن يشغلنا الفترة دي، فقال لي كده، قال لي الناس أوجات كتيرة تتهم ربنا بحاجات وتقول إن ربنا ده يمكن شوية محجوب عننا، دايما نقول له قوينا ونشعر ان احنا يمكن شويه القوه دي مش موجوده، تساؤلات كتيره. فما كانش في مفر غير ان احنا نعمل ايه، نعمل كده دراسه انجيل شويه ونقول يا رب فهمنا هو ايه الموضوع. المسيحي الحقيقي هو شاهد بحياته، شاهد بعمل الله في حياته، فبيختبر يعني عمل الله، فبتلاقوه دايما إنسان فرحان قوي بيتجاوز المحن، بيدي شهادة عظيمة للعالم. حتى المسيحية في بدايتها كانت بتجذب الناس العالم كله بنوعية حياة المسيح. فقعدت كده فكرت، ففي بعض نقاط معينة قلنا رب فهمانا شوية، احنا ليه بنفقد رؤيتنا، ليه بنفقد يمكن قوتنا، ليه بنفقد الحاجات دي كلها. فالنهاردة بنعمة ربنا عايزكم شوية كده يعني نصلي مع بولس، يعني الصلاة اللي قالها في روميا: مستنيرة عيون أذهانكم لتدركوا ما هي إرادة الله إيه؟ الصالحة المرضية. يعني بطلب منكم يعني ربنا يدينا ذهن عشان نشوف إيه الموضوع. خليني أقول أنا زي دكتور جراح كده هشوركم على إيه السبب في الموضوع ده. الموضوع بالنسبة للوعظة النهاردة الفقد، بنفقد حاجة. يسوع النهاردة بيقول من يهلك نفسه من أجلي ها يجدها. أول حاجة لاحظتها إنه الإنسان أوجات كتيرة بيطلب قوة من ربنا على تجاوز المحن، يمكن حاجات في بيته، حاجات في عمله. وقفت على آية موجودة في نحمية، سفر نحمية الأصحاح الثامن عدد 10، بيقول كده: لا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم. وحطيت كده عنوان: عندما نفقد فرحنا نفقد قوتنا. يعني ايه بالظبط؟ عايز افهمها. بالنسبه لنا الفرح هو مجرد انه يعني نوع من السعاده الارضيه، لا، الفرح هو ثمره من ثمار ايه؟ الروح القدس اللي موجوده في غلاطيا 5:22: اما ثمر الروح فهو محبه، فرح، ثمره من ثمار الروح. واتاري بقى الامر بيرجع لايه؟ بيرجع انه الانسان اللي ما بيعيش بالروح ما بيلاقيش القوه، بيهزم قدام اي خطيه، اي ضعف ممكن يخليه عبد لعاده، عبد طبعا لنفسه في اي شيء. تلاقوا انسان بيطيح نفسه بطريقه ممكن تقود الى الهلاك. فعندما نفقد فرحنا نفقد قوتنا. يعني لما بنقعدش دايما ونطلب روح الله اللي يرشدنا ويقوينا، عمرنا ابدا ابدا ما يكون عندنا القوة. طب الروح القدس ده بيعمل ايه؟ دايما المؤمن طبعا الروح القدس بيعمل اعمال عظيمة جدا، لكن بالنسبة لي انا يعني دايما الروح القدس
بيحطنا على تراك دايما اللي يقول لي انك تماشي مع ربنا، يذكرك انت مين. انت مش عبد لشهواتك ورغباتك والابليس، انت ابنه. اما الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا ايه؟ اولاد الله. بيذكرني دايما حتى لما يجي الشيطان يوقعني في الخطأ ويخليني دايما عندي افكار سلبية عن نفسي ان انا مش هقدر اقوم تاني. لا، لا تشمتي بي ان سقطت. دايما يذكرني. لا، رحمته عظيمة جدا جدا. ربنا يذكرني. اوجات كتيرة يبكتني كمان، ما كانش لازم تعمل الحاجة دي. بس الحاجتين التانيين بفرح بيهم دايما. بيعمل ايه؟ بيجذبني، بيشدني كده. ما ينفعش تكون موجود كده. شفتوا كده لما تلاقي واحد انسان يعني عمل خطية كده ما، وشعر ان هو متضايق ومخنوق، وجي الكنيسة وعايز يعمل اي حاجة، يروح لأب الاعتراف يقول انا عايز اعترف، انا عايز اقعد معاك. وجديه فرحه ان هو ايه؟ ان هو يشيل الثقل الخطية دي اللي عليه. يجذبني، يشدني دايما للخير. مش ممكن يكون الانسان المؤمن الحقيقي، يعني ممكن نقول ان هو يرضى ان يعيش في الوحل. عارفين الخنزير دايما يعيش في الوحل كده، ويعيش في طريقة مش مظبوطة، لان هو ده طبيعته. لكن الخروف دايما، والمثال اللي عطى الرب يسوع هو راعي الخروف، الخروف دايما لو في ترابة بيعمل ايه؟ دايما السوب مش عايز انه اي حاجة تعلق. هو الانسان المؤمن كده. الروح القدس بيجذبنا، ده يذكرنا انت ابني خافش. مرة من المرات كنت شوية شعر بخطية انا عشتها شوية، بس مشد عذر لنفسي، خطية الاهمال، في اهمال في حاجة معينة، وكنت ماشي وبقول ايه الامر ده صعب، كان لازم اخلص الامور دي ازاي يعني نسيتها. فلقيت الروح القدس بيقول لي هتعملها بس ما تزعلش، انت كمان بتعمل حاجات حلوه كتير. شوف الروح القدس بيعمل ايه لما تسمع صوت ربنا جواك. تعمل ايه؟ تقول يا رب اشكرك، اشكرك لانك انت دايما بتشجعنا. عارفين في مزمور 138 يقول ايه؟ شجعتني قوه فين؟ ها، في نفسي، في نفسي. فالروح القدس يجذبنا ويجددنا كمان، يجددنا يعني يغير الصورة. عشان كده عندما نفقد فرحنا نفقد قوتنا. النهاردة كنت في زيارة السجن، وكانت معايا تصوني كده، رحنا الرهبة، فبعد كده كنا في سجن النساء النهاردة، فقعدنا فوإحنا مخلصين الخدمة وراجعين، قالت لي مش ملاحظ حاجة يا أبونا؟ قلت لها ملاحظ إيه؟ قالت لي وهم داخلين قاعدين كانوا شوية متنشرين كده ومتضايقين، لكن واحنا مخلصين واحنا راجعين كلهم فرحانين. قلت لها ما في حاجة انت مش واخده بالك منها. لما بنيجي نصلي الروح القدس بيعمل ايه يا جماعة؟ بيفرحنا، فبيخلينا نتغلب على ايه بقى؟ على كل حزن وكل ضعف فينا، حتى لو كنا في حالة وحدة في السجون. قلت لها أمسير ما هو ده ربنا بقى. عشان كده راجع نفسك كده في نهاية السنة وبداية السنة، انت ضعيف ليه؟ ليه ضعيف؟ لا، ارجع لروح الله بقى، اقعد اقعد مع روح الله بقى، يشكلك بقى ويغيرك. اقعد مع نفسك شوية وخلي روح الله هو اللي يذكرك انك انت مين، انت ابنه، وان الله صالح. اوقات كتيرة الشيطان يحطنا في حتة ان ربنا خلاص مل مننا، احنا دايما مش هنتحرر من الموضوع ده. لا لا، اوعى اوعى. من اجمل الصلوات اللي بحبها دايما، حتى بتقولها الكنيسة حتى في ايام الجنازات، لانك ايه؟ ها، سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا اليك وعضتنا واتيت بنا. يعني لحد دلوقتي يا رب هو يوم خلاص، يوم جميل، يوم رائع يا رب، لانك انت صالح يا رب وصالح للكل. النقطة الثانية موجودة في عبرانيين 12-14، بيقول اتبعوا القداسة
اتبعوا القداسة. بيقول كده: لأن القداسة بدونها لا يقدر أحد أن يرى الله. تحديدا الآية بتقول اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لا يقدر أحد أن يرى الله. وبيكمل كده في الإنجيل وبيقول إيه: لألا يطلع غصن مرارة يتنجس منه كسرين. عندما نفقد قداستنا نفقد رؤيتنا. يعني إيه القداسة؟ لما أنا بتأمل فيها طبعا في نص من أروع النصوص في أشعياء 5 لما بيقف كده أشعياء بيقول له: أنا قد هلكت لأني شخص دنس الشفاة مقيم بين شعب دنس الشفتين وقد رأت عيني رب الجنود. القداسة هي الطهر والنقاء والبر دايما اللي مالي الله الآب. فبيقول له إيه؟ خفش. بيقول لك: فطار أحد الصرافين وبيده جمرة. المهم يعني أبرأه وبيديله رسالة كمان جميلة: من أرسل ومن أمطر؟ قال له: أنا ذا فارسلني. بدون القداسة ما نقدرش نشوف ربنا. والسيد المسيح له المجد في العهد الجديد يقول لي: طوبى لأنقياء القلب إنهم يعينون الرب. يعني أنا بقول يمكن صليت كتير في 2023 طلبت ربنا إنه يغير حاجة بس ما شعرتش إن ربنا موجود. ما أقول لك على حاجة، ما أنت مش هتقدر تشوف وتدرك وتحس بوجود ربنا وانت عندك ايه؟ وانت عندك اسم. يعني ممكن يكون عندك تعلق بحاجات مش مظبوطة، يمكن يكون انا مش قادر ان انا اصفح لفلان ده، يمكن انا عندي دايما يعني للأسف الشديد احكام ظنون على ناس كتيرة. لما يجي حد بيتكلم، لما يجي حد بيقول، انا دايما سريع الحكم على الناس. فبالتالي انت مش في حياة القداسة. وتيجي تقول: يا رب انت فين؟ هيقول لك: انت فين؟ انت فين؟ انت بعيد عني. ولأنه أنقياء القلوب هم اللي بيقدروا يحسوا بوجود ربنا، يقدر يلاقوا ربنا أنقياء القلوب. مرينا الفترة دي بموقف شوية كده، انا يعني استغربنا فيك. أنا وأسيس صاحبي كنا بنروح مع بعض، كان من 10 أيام رحنا زرنا السجن، وكان في واحد شال قضية من عيلته وهو ما عملهاش، وكان النقد قريب. فطبعا كل واحد حر في اللي بيعمله، فقلنا له: بصراحة المفروض أنك أنت تقول الحقيقة. هو فدى العيلة يعني. فقال لي: بقول لك يا أبونا، ازاي تقول الكلام ده؟ انا سعيد بيسوع اللي عايش معايا، انا ممكن لو قلت ده هطلع، لكن انا خايف ان انا ارجع لايه؟ ارجع للشر. ارجوك يا ابونا ما تلحش عليا في الموضوع ده، انا فرحان بربنا. انتوا عارفين واحد محكوم عليه بالاعدام يعني ايه؟ يعني بينتظر يعني لحظات معينه وخلاص، يعني شيء صعب. لكن اللي عايز اقوله لك، القداسة التي بدونها لا يقدر أحد أن يرى الله. أنت عملتها إزاي؟ أنا عملتها إزاي؟ لأنه لما عشت النقاء الداخلي وما كانش عندي أي اسم جوايا، قدرت أشوف ربنا، قدرت أدرك ربنا، قدرت أحس بربنا. عندما نفقد قداستنا نفقد رؤيتنا. عشان كده النقطة التالية دي مرتبطة بحاجة، مرتبطة بالتوبة والرجوع. الأولى مرتبطة بالصلاة، يعني اطلب الروح دايما واطلب الروح دايما. للأسف الروح القدس احنا بنفتكره في عيد العنصرة بس، للأسف، مع ان الروح القدس هو الهدية اللي عطاهانا الله الآب عشان يقدس الكنيسة. النقطة التانية مرتبطة بالتوبة. لما تتوب ولما ترجع لربنا هتحس بوجود ربنا. تفتكروا الابن الضال لما راح لابوه
هو كان محن كده بيقول له جعلني كحد وجراك، لكن لما تاب ورجع قدر يشوف الموضوع مختلف خالص، قدر يشوف خير ابوه. عشان كده بقول لك لو انت مش قادر تحس بربنا اقول لك ارجع لايه؟ ارجع للتوبه كده. اذا رعيت اسما في قلبك لا يستجب لك الرب، خلي بالك مش كده، وما تخافش ايا كان الاسم، الله قادر انه يغسل. دايما كده بقوله يعني داود ما عرفش يعملها لوحده، قال له ايه؟ تغسلني في ايه؟ في ابيض ده اكثر منين؟ ها انت اللي تنقين، انا مش قادر اشيل اللي جوايا ده، قلبا نقيا اخلق فيا، مش هقدر اعملها لوحد، انت اللي تعملها لي، انت اللي تغيرها يا رب. حاجه ثالثه، ودي حاجه يمكن غريبه جدا كده قالها القديس بولس، اذا كان لي كل الايمان اني انقل الجبال ولم تكن في المحبه فلست شيئا. عندما نفقد محبتنا نفقد قيمتنا، ماليش قيمه، لست يعني ما في، يعني انت تعتبر لا شيء، فلست شيئا. تيجي تقول لي طب يعني هي المحبه ابونا هي حاجه كده بنشربها، ودي المحبه دي يعني ده سلوك، وانت عارف الناس اللي قدامنا يعني صعبين، احنا في عالم كله شر. ما انا بقول لك المحبه دي مش هتقدر انت يعني تمتلئ بيها الا غير لما تعمل ايه؟ ما نحن نحبه لانه ايه؟ احبنا ايه؟ انت عمرك ما تحب ربنا وتاخد منه المحبه عشان تحب الاخرين الا غير لما تاخد الدرس منه، درس منه. عشان كده دايما اقول ايه، ما فيش حد يقدر يرحم الانسان الا غير اللي ده رحمه ربنا. ما فيش حد يقدر يدرك ويأثر في الانسان الا غير اللي ده سندت ربنا ليه. دايما كده لما بزور مصحات الادمان كده بلاقي في ناس كده دعوا كده قوه ربنا وعزمه ربنا بيأثرهم، استشفوا وهم موجودين دلوقتي بيساعدوا في المصحه كمشرفين، فتلاقوهم دايما هم بيعملوا، هم بيدوا قوه ليهم لزمايلهم اكتر من مين؟ اكتر من الوعظ اللي انا بوعظه اليوم، انه حاسس بيه، عايش ده، اختبر قوه ربنا اللي شافته وخلته تخلص منين؟ من الادمان ده. عندما نفقد محبتنا نفقد قيمتنا. المحبه هي الصوره بتاعتنا، المحبه دي مش هقدر اخدها الا غير من الله، ما هي دي فضائل الالهيه، المحبه والايمان وايه والرجاء، هي فضائل الالهيه ربنا بيدهن. المحبه زمان كانت بتجذب الناس زي ما قلت لكم كده، المسيحيين كانت دايما الناس تحب حياتهم كده، يقول لك ما عندهمش يعني لا عنف ولا عندهم نوع من الكذب، لكن دايما واضحين وصادقين. انت محبتك هي اللي بتديك قيمه حتى في الملكوت، لما هتروح للرب هيقول لك انت عشت قد ايه المحبه، مش هيقول لك انت من اي طائفه ولا من اي مكان ولا من اي، انت عشت ايه المحبه، عشت ايه المحبه مع المريض مع الجعان، كنت عريانا كنت مريضا كنت مسجونا كنت عطشانا، انت عملت ايه؟ عندما نفقد محبتنا نفقد قيمتنا. عشان كده لما تيجي تقول كده يعني ادي كده يا رب اشكرك لانك عطيتني خدمه، اشكرك لانك يا ربي خليتني بركه للناس، تقول كده اشكرك لان انا بعمل مع بيتي مع اولادي، اشكرك لان انا بعمل مع جوزي كل خير يا رب، اشكرك لان انا حتى لو اعمال بسيطه لاجل خدمه الناس عمل المحبه بتديك قيمه. عندما نفقد محبتنا نفقد قيمتنا. حاجه طبعا المهمه ودي موجودة في عبرانيين 11:6، بدون إيمان لا يمكن إرضائه. خلي بالكم من النص ده مهم جدا، ليه بدون إيمان إرضائه؟ لأنه بيقول كده يعني اللي هو بيأتي إلى الله
هو مؤمن بوجود الله الذي يجازي الكل، زي ما بيقولوا كده في الرسالة عبرانيين يعني 6:11 بيقول كده. الشيء الذي نفهمه انه الايمان نعمة عظيمة جدا 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 وهبها الله للبشرية. طب تقول لي ايه هو معنى الايمان؟ مش هقول لك هو ايه الثقة بما يرجى والإيقان بأمور الله، تقول انتوا حافظين الحاجات دي كلها. لكن الإيمان بالنسبة لي أنا بالذات، وإحنا بنعيش شهر كياك المبارك تمجيد وإكرام للعذراء مريم، هو ملخص في كلمة واحدة بس: الرب معك. ده الإيمان. الإيمان أنك أنت تشعر بمعية الله اللي معك، بس ده الإيمان. أن أنا مش لوحدي، الرب معك. ده الإيمان. مباركة أنت في النساء، ده الإيمان. أنت مباركة لأن الرب معك. ده الإيمان. عشان كده لما بيجي النبي يقول جعلت الرب أمامي إيه؟ لأنه عن يميني فلا أتزعزع. يا رب أشكرك. الإيمان أشعر بمعية الله معايا في كل مكان. يعني تخيلوا مثلا في كل الأوقات اللي ممكن نعيشها في حياتنا، في شغلنا، في التحديات اللي بنعيشها في مع أصدقائنا، مع الناس اللي هم يمكن بيتربصوا بينا، مع كل الظروف الصعبة، أنا يا رب واثق أنك أنت معايا. ده الإيمان. أنا مش لوحدي. عشان كده دايما بقول أنه ملخص حياتنا كمسيحيين، إحنا بعدنا عن الهدف. وإيه الهدف؟ المسيح جه للعالم عشان إيه؟ عشان يخلص العالم. يخلص العالم يعني إيه؟ يعني المسيح جه وحل فيا انا، والايمان ان هو ايه؟ هو بيصلي فيا المسيح، هو بيعمل بي المسيح. يعني طول ما المسيح هو اللي بيعمل بي، هو العين اللي بشوف بيها المسيح، هو الايد اللي بخدم بيها المسيح. ولو احنا ما عشناش ده، احنا بعاد عن المسيحيه. عشان كده القديس بولس يقول ايه؟ لست انا الحي بل ايه؟ المسيح ايه؟ حي فيا. طب هي المشكله ان انا ايه؟ ان المسيح شويه انا بقفل الباب، بقول له يعني معلش سيبني اعيش مع نفسي شويه. فبالتالي بعمل ايه؟ للاسف بتخبط في حاجات كتيره. الله مش راضى عني. يعني ايه مش راضى عني؟ لا يمكن ارضاه. يعني ما بشعرش ببركه، ما بشعرش ان انا يعني في امان ولا في سلام. عشان كده بدون فقد ايماننا نفقد ايه؟ رضا. عندما نفقد ايماننا نفقد ايه؟ رضا الرب. عشان كده دايما قول يا رب ساعدني ان اكون واعي ان انا في المسيح، ما بجيتش لوحدي. في المسيح فيا، هو بيعمل فيا. القديس بولس في افسس 3:16 يقول ايه؟ ليملك يسوع المسيح بالايمان ايه؟ في قلوبكم. ليملك يسوع المسيح بالايمان في قلوبكم. هتقول لي اعملها ازاي؟ اقول لك ايه؟ اطلبها من ربنا كده. قل له تعالى يا يسوع املك قلبي، تعالى وحررني من كل الاشياء اللي تبعدنا عنك يا رب، من عنف، من رغبات، من تملك، من اشياء كتيره بتاخدني بعيد عنك. تعالى املك يا رب عقلي ومشاعري وجسدي. اطلب ده، هتلاقي الرب دايما هو بيعمل فيك ويخليك سبب بركه اللي حواليك. عندما نفقد ايماننا نفقد رضاء الله. آخر حاجة وصل معاكم، ودي موجودة في رسالة بطرس الأولى للإصحاح الثالث 4. يعني شوفوا بقى، يعني من ضمن يعني الحاجات الجميلة اللي بيتكلم عن زينة الروح. يعني زينة الروح بيقول كده الآية، يعني في مضمونها كده: بل اتبعوا الإنسان، إنسان القلب الخفي. القلب الخفي يعني عديم الفساد. وبيقول كده بكلمة جميلة جدا: لكي تعيشوا إيه؟ بزينة الروح الوديع. ايه زينة الروح الوديع؟ يعني انا دلوقتي هقول له يا رب اشكرك لانه الروح بيديني وداعة.
الروح بيديني وداعة، والوداعة دي يا رب بتخليني إنسان مقبول عندك وعند الناس اللي حواليا. يعني يا رب بتقول لي كده بكل بساطة، عندما نفقد وداعتنا اللي هي زينة الروح نفقد زينتنا وجمالنا. ايه نفقد وداعتنا؟ يعني لما الانسان بيسيب نفسه كده لامور العالم ولسلوك العالم والعنف العالم هو ما بيكونش مقبول عند الناس. والسيد المسيح على فكرة قال لنا الموضوع ده بطريقة بسيطة كده، قال توبة للودعاء لانهم ايه؟ يرثون ايه؟ الودعاء. يعني ايه الودعاء؟ يعني شفت واحد وديع كده وطيب وهادي اكيد الناس بتحبه، بخلاف لما تلاقي في واحد دايما يعني بيصدر لنا نوع من العنف ونوع من الكلام ونوع تلاقي الانسان ده يعني نقول لك ده وجوده بيتعبنا. لكن عندما نفقد وداعتنا نفقد زينتنا وجمالنا. طب الوداعة تيجي منين؟ هو قالها كده، قولوها معايا يا جماعة، تعلموا مني لان ايه وديع وايه ما مش ممكن ابدا تاخدوا الوداعة الا غير لما تشوف صورة مين؟ صورة المسيح. عشان كده دايما بقول كده انه لو صورة يسوع المسيح مش قدامي عمر ما هاخد الوداعة. مرة من المرات كده قعدت اتأمل في حلاوة وجمال الرب يسوع لما بيلاقي ناس كده، عايز اقول لكم بتحاول تمسك له غلطة كده. واحد قال له ايه؟ تعالى اعزمك واقعد معايا، من الفارسيين. يقول الكتاب وكانوا يراقبونه. تخيل انك انت رايح زياره لحد والناس دي مجهزه لك ايه؟ مشكله. هتروح ولا لا؟ ما اعتقدش انك انت تروح. لكن شوفوا يسوع ما بيقولش لا لاي حد، شوفوا الوداعه بتاعته. راح عنده وحصلت مشكله برضه بالنسبه له. ايه المشكله؟ شاف واحد، طب ما انت يعني طول الاسبوع اشتغل لكن السبت ده يعني لازم نحن تفتكر يسوع يعمل ايه؟ يقول لهم كلام صعب، يقول لهم انتم مش فاهمين ابدا. يحكي لكم قصة يسوع، يقول لهم لو في سور وقع في حفرة يوم السبت هتعمل ايه؟ هتشيله. لانه والانسان افضل منين؟ ها افضل من اي شيء، الانسان مكرم. وقعدت اتامل في يسوع كده، قلت ايه الوداعه دي؟ ايه الوداعه؟ ايه الطيبه بتاعتك دي؟ ده انا لو كنت مكانك اول حاجه ما اروحش المكان ده، اروح المكان دي ناس بتعمل يعني شغل صعب عليا. طب وايه اللي يخليني كمان يعني استحمل ده؟ لكن هو وديع. تعرفوا ليه؟ لان لما بتبص للانسان التاني انه في خطأ وهو مش واعي وان هو جاهل هتعرف تكون وديع معاه. لكن لما بتشوف الشخص التاني انه هو لا انسان خاطي وانسان يستحق اللي يحصل له وان هو انسان يعني فعلا الجرائم، يبقى مش هتقدر ابدا تعيش ابدا الوداعة. الوداعة اللي علمها لنا يسوع انك تشوف كل واحد اخطأ اليك انه هو يمكن مش واعي جاهل. قولوا لي كده على الصليب، يقول لي كده اغفر لهم لانهم ايه؟ طب ازاي دول هم عارفين لكن هم مش عارفين؟ عشان كده دايما عندنا في خدمة السجين اقول لهم احنا عندنا يعني كل المساجين اللي عندنا انا بؤمن ان هم مظلومين، لان اللي ملقيش حد يعلمه وملقيش حد يفهمه وملقيش حد يساعده هو مظلوم كمان. الانسان الوديع هو اللي بيبص دايما بعين مين؟ بعين ربنا. تفتكروا في كل اللي حصل في العالم من حروب ومن قسوة غير عادية البشر على بعضهم زي اللي بنشوفه ده في غزة وفي اماكن كتيرة، تفتكروا الرب يعني ما كانش ممكن يعمل زي الطوفان كده ويبيد؟ ابدا. الله صالح، الله صالح ومحبته عظيمة جدا جدا للبشر، ودايما الله
بينتظر. ودايما الله عنده رغبة عظيمة جدا جدا انك انت ترجع له وتكون ليه مهما كان شرك ومهما كان اللي عملته. حبايا انا حطيت 5 حاجات قدامكم، وخلينا في نهاية السنة وبداية السنة نفكر فيهم مع بعض. عندما نفقد فرحنا نفقد قوتنا. يا رب ساعدني ان اعيش بالروح، اعيش يا رب دايما واثق ان الروح ده الهدية العظيمة اللي بتقويني وبتساعدني. عندما نفقد قداستنا نفقد رؤيتنا. انا عايز اتوب بقى، كفاية كفاية بقى ان انا ماشي، انا عايز احس بيك. النهاردة في الوعظة الرب قال لي وقال لك انك انت لما تكون في حالة قداسة يعني في حالة توبة هتقدر تشعر بايه؟ تشعر بالفرح. دايما بقعد اقول له يا رب التائب ده التائب يعني عايز اقول لكم بيأثر في السماء. بيأثر في السماء. التائب ده بيخلي السماء كلها السماء تفرح بخاطي. شوف التائب ده من اعظم الشخصيات اللي ذكرت، هو الانسان التائب في عمله بيقدر يعلن قدرة الله ورحمته. التائب ده يقدر يقول يا رب فعلا انت تقدر ترحمني. التائب ده عنده فعل ايمان عظيم، وانا بقول له قول له يا رب كده انا عايز اتوب عشان اقدر احس بقدرك. هو الامر شوية مش محتاج حاجات كتيرة جدا، محتاج انك انت بس ايه، انك انت تغير ذهنك كده وتفكيرك شوية وتقول يا رب انا فعلا انا اغير كل شيء. التوب على فكرة مش كلام، التوب انا بغير حالي، حالة مختلفة، مكان غير مكان، ناس غير ناس، ممكن على قدر الامكان، حياة غير حياة. التوبة تغيير، التوبة مش مجرد كلام لكن تغيير حالة. إذا فقدنا محبتنا نفقد قيمتنا. أنت مسيحي ولازم تكون عندك قيمة. يقول فلان ده على فكرة إنسان طيب بيحب كل الناس. أنت ليك قيمة لأنك أنت بتحب، وإذا كنت أنت متحبش فأنت مالكش قيمة. عندما نفقد إيماننا نفقد إرضائه. وصلي معايا كده، ويريت الكنيسة تصلي معايا كده، يا رب زدنا إيمان. قولوها معايا، يا رب زدنا إيمانا، يا رب زدنا إيمانا يا رب، عشان نقدر نحن يا رب نرضيك. وزي ما قلت لكم وعتين سمعنا الإيمان، قلت لكم ليه معاني كتيرة الإيمان. الرب معك، الرب معك لما تشعر بمعية الله. هو الإيمان، هو الإيمان. عندما نفقد وداعتنا نفقد زينتنا وجمالنا. يا رب أشكرك. الوداعة والروح الوديع ده بيخليني إنسان جميل، إنسان حلو. الناس تبصلك وتبصلك تقول في المسيح، في نعمة ربنا. وزي ما قلت لك مش هتقدر تعملها إلا غير لما تقعد مع مين؟ ها، مع حبيبك يسوع. مرة من المرات سأل سؤال كده وقال كده، يا ترى اللي جذب الناس ليسوع ايه؟ واحد قال تعليمه كويس، تعليمه اكتشفناها بعدين، لكن اول حاجة جذبت الناس ليسوع هي ايه؟ هي طيبته، طيبة يسوع. يسوع كان طيب لدرجة عظيمة جدا، كان بيتفاعل مع كل موقف حتى مع الحاجات الصغيرة. يتحنن على امرأة فقدت ابنها، يتحنن على أطفال حد بينتهرهم، يتحنن على جموع يمكن شوية شايفهم مجعين. طيبة الرب. وأنا بقول لك عمرك ما تاخد وداعة المسيح إلا غير لما إيه، زي ما قال كده، ذوق وانظر ما أطيب إيه، ما أطيب الرب. قول يا رب النهاردة أنا عرفت يا رب كده، عرفت وأيقنت يا رب إنه القوة هتيجي من الروح يا رب، والرؤية هتيجي من التوبة يا رب، وايقنت يا رب ان القيمه بتاعتي من المحبه. وساعدني ان انا اغير يا رب طبعي شويه، ساعدني ان انا احب الناس يا رب. ايقنت يا رب ان ارضائك بالايمان وانا واثق انك انت معايا. ايقنت يا رب انه الجمال وحضوري قدام الناس مرتبط بحياتك انت تظهر فيا، انت تظهر فيا يا رب. ودي الصورة يا رب اللي بطلبها منك انت، انت باركت فيها وتديني هذا النعم. صلي هذه الصلوات، قول يا رب اشكرك النهاردة على ان في نهاية السنة وبداية السنة
بتدينا تساؤلات معينة في حياتي يا رب. فعلا أنا فهمت النهاردة أن في حاجات لازم أعملها يا رب. أصلي، أتوب، أحب، يعني أكون واعي بحضورك يا رب في الإيمان، أتأمل في شخصك. كده هبتدي حياة جديدة، كده هلاقي ربنا دايما هو اللي بيسندني وهو اللي بيباركني وهو فعلا اللي بيديني أكون إنسان حسب قلبه. يلا نصلي مع بعض كده، نقف مع بعض نصلي، نقول يا رب النهاردة نشكرك لأجل محبتك، نشكرك لأنك رب إله صالح وإنك أمين. يمكن اللحظات اللي احنا واقفين فيها دلوقتي نقول يا رب انت تقدر يا رب تدينا البركة، البركة يا رب اللي احنا عايزينها بركة المشيئة، لتكن مشيئتك انت، عايزين نمشي حسب مشيئتك انت يا رب، عايزين نمشي يا رب حسب ما انت بتوجهنا. احنا عارفين ان احنا ضعفة، لكن انت يا رب قادر بروحك القدوس اللي انت وهبته لينا تدينا هذه المشيئة. أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي، شكرا لك في موكب النصر تقودني، يبقى شعار دائما يسوع حي فيا. صلي معايا الترنيمة دي وقول له فعلا أشكرك، أشكرك لأنك أنت حي فينا، هذا نشيد غلبتي، هذا ضمان نصرتي أنك حي فينا يا رب. ليملك يسوع المسيح بالإيمان في قلوبكم، ليملك يسوع المسيح بالإيمان في قلوبكم. صلي معايا الترنيمة دي وقول له فعلا يا رب أنت حي فيا، انهاجت البحار حولي ولا سليد، واشتدت الحرب مع عدوي العنيد، لا أرهب وليس ذا بفضل قوتي، بل واثقا أن العلي يسوع حي فيا. صلي معايا كده بهتاف وشكر الرب كده. نشيدي يعلو بالهتاف وكذا التهمجيد، والصبح والترنم لسيد المجيد، فذاك ربي الذي سكناه في قلبي، فأغلب وأنشد يسوع حي فيا، يسوع حي فيا، يسوع حي فيا. فذا نشيد غلبتي، يسوع حي فيا، يسوع حي فيا، يسوع حي فيا. وذا ضمان نصرتي، يسوع حي فيا. انهاجت البحار من حولي ولا سنين، واشتدت الحرب مع عدوي العام، لا أرهب وليس ذا بفضل قوتي، بل واثق أن العلي يسوع حي في، يسوع حي فيا، يسوع حي فيا. وذا نشيد غلبتي، يسوع حي فيا، يسوع حي فيا، يسوع حي فيا. وذا ضمان نصرتي، يسوع حي فيا. يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي ف
لا انكسار لي. شكرا لك في موكب نصري تقودني. يبقى شعاري دائما يسوع حي فيا. يسوع حي فيا. يسوع حي فيا. ماذا نشيد غلبتي. يسوع حي فيا. يسوع حي. صلي كده تامل في الآية كده. نظر ولي واستنار وجوههم لا تغزى. مش هقولك تخيل لكن تيقن انك انت في تأملك الزيني في يسوع المسيح، في طيبته، في محبته، في صلاحه انه بيحبك. سيب كده ذهنك يشوف الصورة الجميلة دي، سورة الوداع، عشان تقدر انك انت فعلا يكون عندك جماله، جمال الرب اللي فيك. عندما نفقد وداعتنا نفقد زينتنا وجمالنا. يا رب الدين جميل ورائع ان احنا نشوف صلاحك وحبك. خلقتنا يا رب، قال أغسطينوس، لمستنا فاشتقنا إلى سلامك يا رب. لمستنا، لمستنا يا ربي، عطيتنا ابنك يسوع فينا اللي دايما بيدخلنا في حياتك أيها الآب. نشكرك على الصورة الجميلة، صورة الوداعة، صورة الفداء، صورة الخلاص. صرخ بولس وقال المسيح هو سلامنا، وفعلا هو سلامنا، هو محبتنا. نشكرك يا رب على الصورة دي يا رب، اللي بتطمني دايما، اللي بتغير طبعي وبتغير نفسيتي، اللي بترفعني وتخليني إنسان روحي. كلما أذكر كيف ربي قد بذل ابنه عن الخطاة بدمه أذل كل ذنبي وردني للسير في رضا. نفسي تغني، نفسي تغني يا مخلصي. ما أعظمك، ما أعظمك، ما أعظمك. نفسي تغني يا مخلصي. يظهر مسيح بانتصار يأخذني إلى السماء هنا مبتهجا، مبتهجا أسجد باعتبار مرنما له. ما أعظم. نفسي تغني يا مخلص، نفسي تغني يا مخلصي. ما أعظم، ما أعظم. نفسي تغني يا مخلصي. ما أعظم، ما أعظم.
فيه. نفسي تغني يا مخلصي ما أعظم ما أعظم ما أعظم. نفسي تغني يا مخلصي ما أعظم ما أعظم. أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تصنع العجائب تصنع العجائب. أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تستطيع كل شيء تستطيع كل شيء. أنت عظيم أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تصنع العجائب تصنع العجائب. أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تستطيع كل شيء تستطيع كل شيء. نعم يا رب أنت تستطيع كل شيء، لا يعصر عليك أمر يا رب. أنت تقدر تغيرنا وتقدر تتوبنا وتقدر تقدسنا وتقدر تملانا بروحك يا رب، لا يعصر عليك أمر يا رب. أشكرك لأنك مت ودفعت ثمن تغييرنا ودفعت ثمن امتلاءنا بالروح القدس. نعم يا رب أشكرك يا رب، لأن مكتوب من يقبل إلي لا يعطش، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. يا رب إحنا محتاجين يا رب أنهار الماء الحي علينا، محتاجين أنهار المياه يا رب تيجي يا رب وتغسلنا زي ما سمعنا ما نقدرش نغسل نفوسنا. اغسلنا يا رب فنبيض أكثر من السلج، اغسلنا أنت يا رب وطهرنا واملانا بروحك يا رب. عطشانين يا رب الروح القدس يا رب عطشانين. ان عطش احد فليقبل الي ويشرب. عطشانين ان احنا نتغير، عطشانين ان احنا نتنقل يا رب، مش عايزين نفضل مكملين زي ما احنا يا رب. عطشانين ليك وحدك يا رب، تستطيع كل شيء، لا يعصر عليك امر يا رب. مصدقين فيك يا رب انك تغيرنا. نعم انت هو هو امس واليوم والى الابد. هللويا هللويا. نحن نعلن حضور يسوع، نعلن حضور يسوع. هو أمس واليوم وإلى الأبد. نحن نعلن حضور يسوع، نعلن حضور يسوع. نحن نعلن سلطان يسوع، نعلن سلطان يسوع. هو أمس واليوم وإلى الأبد.
شفاء يسوع، نحن نعلن شفاء يسوع، نعلن شفاء بدون إيمان لا يمكن إرضائه، لكن إحنا هنصدق في الرب وهنآمن في الرب. والراجل اللي كان ابنه بيجيله صرع جه للرب كده وقال له أؤمن يا رب فأعن عدم إيماني. كان عنده إيمان قليل قوي لدرجة إنه كأنه عدم إيمان. الرب ما قالوش لا 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 امشي كده، لما يبقى عندك إيمان تعالى. الرب قبل الإيمان الصغير خالص ده. فزي ما كنا بنسمع من أبونا، موضوع متوقف على الرب مش علينا، متوقف على الرب، متوقف إن الرب معايا، الرب يمشي معايا، الرب يغيرني، الرب يشددني، الرب يديني نعمة إن أنا أمشي معاه. أمين. تعالوا نعلن كده مع بعض، شعبك يعلن بيك إيمانه، هنعلن إيماننا بالرب. تمسك بوعودك، انت رعينا، انت كل ما لينا، تغمرنا بجودك. ونفسي اقول لك حاجه، وانت بترنم رجاء قلتها قبل كده واقول تاني، اوعى ترنم زي البغبغانات من غير تفكير. يعني البغبغان يعرف ساعات، في بغبغانات بتتكلم يعرف يتكلم لكن هو مش فاهم بيقول ايه. اوعى تعمل كده واوعى تعمل كده، فكر في كل كلمة انت بتقولها. رب عاطي ترانيم جميلة جدا عشان مش نقوله بس، واحنا بنقوله بنفكر الرب يشتغل فينا، رب يبني ايماننا بحق وحقيقي. تمسك بوعود الرب، قوله انت راعي بتاعي، انت راعي حياتي، وبتغمرني بجودك. يلا مع بعض الكلمات دي. عمانوئيل، اسمه عمانوئيل، أحلى اسم. شعبك يعلن بيك إيمانه، يتمسك بوعودك، انت راعينا وكل ما لينا وبتغمرنا بوعودك. شعبك يعلن بيك إيمانه، يتمسك بوعودك، انت راعينا وكل ما لينا وبتغمرنا بوعودك. عمانوئيل، عمانوئيل، الله معانا. عمانوئيل، عمانوئيل، الله معانا. مهما اشتدت حرب، مهما اشتدت حرب علينا، اعلن روحك فينا، انك لينا ومين يكفينا غيرك انت يا فدينا. مهما اشتدت حرب علينا، اعلن روحك فينا، انك لينا ومين يكفينا غيرك انت يا فدينا. عمانوئيل، عمانوئيل، الله معانا. عمانوئيل، عمانوئيل، الله معانا. كلمة حقك بتعلمنا، كلمة حقك بتعلمنا، وسرك لرجلي، روحك فينا، روحك فينا وبيعزينا وينور عينينا. كلمة حقك بتعلمنا، وسرك لرجلينا، روحك فينا وبيعزينا وينور عينينا. عمانوئيل،
كفك، شايفين على كفك أسامينا منقوشة على إيدك، واللي مس ولادك ربي ده بيمس عينك، شايفين على كفك أسامينا منقوشة على إيدك، واللي مس ولادك ربي ده بيمس عينك. عمانوئيل عمانوئيل الله معانا، عمانوئيل عمانوئيل الله معانا، يا سبب وجود ليك وحدك ليك سجودي، فادتني بدم صليبك فكت قيودي، يا سبب وجودي ليك سجودي، فادتني بالدم فادتني بدم صليبك فكت قيودي، وحدك فهدي عايش في خيرك، عايش في خير، ولا هعبد غيرك ولا هعبد غيرك، حاضر في حياتي وأيامي ومليني عبيرك، عايش في خيرك ولا هعبد غيرك، حاضر في حياتي وأيامي أبدي، وعظيم اسمك في الجبروت، قدامك تهرب عيدك ويصير لينا الملكوت، مالكي يا مالكي قدامك نطرح بجان، مالكي يا مالكي وحدك صاحب السلطان، وحدك كاشف الأسرار، كلامك سيفتي حدين، بينور أقسى القلوب ويغيرها في غمضة عين، مالكي يا مالكي قدامك بطرح بجان، مالكي يا مالكي وحدك صاحب السلطان، التايه يلاقيك طريق والضعيف يصبح بطل، لما من الموت بتنادي يحيى وحاله يتبدل، مالكي يا مالكي قدامك نطرح بجد، مالكي يا
ما فيش زي عمل ايدي ولا في زيك إله. أقضي حياتي بسجد لي انت العالي وانت الله مالكي يا مالكي قدامك بترح في جال مالكي يا مالكي وحدك صاحب السلطان. مفيش زيك مفيش زي عمل ايدي ولا في زيك إله. أقضي حياتي قل له انت العالي انت العالي وانت الله مالكي يا مالكي قدامك مطرح تجاه مالكي يا مالكي وحدك صاحب السلطان. التايه يلاقيك طريق والضعيف يصبح بطل. نفسي نفتكر اللي كان بيقوله أبونا إن فرح الرب هو قوتنا. اوعى تحزن لأنك لو حزنت أنت بتفقد القوة. وتقولي أفرح بإيه؟ افرح بالرب. افرح في الرب. افرحوا في الرب وافرح بالرب. بولس كتب في وسط السجن افرحوا في الرب. إمتى؟ كل حين. وقال لهم حاجة تاني وأقول أيضا افرحوا. افرح وافرح. وإبليس أكتر حاجة بيقاومها الفرح لأنه المؤمن الضعيف مؤمن مغلوب. المؤمن الضعيف مؤمن مهزوم. المؤمن الضعيف مش حسب مشيئة الله. المؤمن زي ما كنا في بداية الترنيم زي ما الرب فكرنا ببولس وسيلة في حتة مش ممكن يفرحوا. مستحيل يفرح بإيه؟ يفرح بالضرب ولا بالشتيمة ولا بالإهانة ولا بالسجن ولا بالكلبشات اللي في إيديه. بس زي ما كنت بقول لكم الفرح من جوه زي ما كان أبونا بيقول من الروح القدس. ثمر الروح القدس فرح دي حاجة من جوه. ثمر الروح القدس ده مش برة. ثمر الروح القدس ده جوه. فنفسي تاخد قرار مش تقول له أنا أفرح يعني. لا خد قرار أني زي ما كنا بنسمع هلتصق بالرب هقرب من الرب هقعد مع الرب هسمع الرب أكتر باسم يسوع. وتعالوا نقف مع بعض كده قبل ما نختم بالترنيمتين الجايين نقول أنا هفرح بيك عشان أنت بتكفيني. مش مستني حاجة تفرحني واوعى تستنى حاجة تفرحك. افرح بالرب نفسه. أنا هفرح بيك أنت اللي بتكفيني. أنا ههتف ليك أنت اللي بتحميني. مش هتذكر ضعفاتي هحط عيني عليك هتملي بروحك. فكر في كلمات الترنيمة اللي جاية دي. فكر هفرح بيك علشان انت بتكفيني. انا هاتف ليك علشان انت بتحميني. هفرح بيك علشان انت بتكفيني. انا هاتف ليك علشان انت بتحميني. مش مستني يا ربي موقف رح يفرحني او مستني كلام هيطمني ويسعدني او مسنود على ناس تتغير وتجرحني وارجع لك من تاني علشان تشفي وتشبعني. مش مستني يا ربي موقف رح يفرحني او مستني كلام هيطمني ويسعدني او مسنود على ناس تتغير وتجرحني وارجع لك من تاني. انا هفرح بالرب هفرح فيه علشان انت بتكفيني. انا علشان انت بتحميني. هفرح بيك علشان انت بتكفيني. انا هتفني علشان انت بتحميني. مش رح انزل عيني من على شخصك وجمالك واتذكر ضعفاتي وخيالك.
بيدي وكسر كلامك وياك يتجدد عهدي تغمرني بنهر السلامة وتفد فيا بروحك بشهادة المجد جلالك مش رح انزل عيني من على شخصك وجمالك واتذكر ضعفاتي وخيانتي وكسر كلامك وياك يتجدد عهدي تغمرني بنهر سلامك وتفد فيا بروحك بشهادك هفرح بيك هفرح بيك علشان انت بتكفيني انا هاديك بيك علشان انت بتحميني هفرح بيك علشان انت بتكفيني انا هاديك بيك علشان انت بتحميني ترنم 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 ليسوع أعظم إله ترنم 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 مجدك يلا كلنا تاني ترنم 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 ليسوع ليسوع أعظم ملكوتك ماله حدود وطريق إبليس مسدود ملكوتك ماله حدود وطريق إبليس مسدود بالعز كمن هيسود سلطان بالدم المصلوب في الدم وفي الماء بيصانا بيصانا بنتحدى ترنم 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 بيصانا أعظم إله ترنم 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 مجد بيملى بهتاف بهتاف يلهم صباح منصور وبيعلن مجد الله ترنم 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 ليسوع أعظم إله ترنم 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 مجد بيملى إيمان في يسوع بيزيد إيمان في يسوع بيزيد وكتاب مليان بيزيد إيمان في يسوع بيزيد وكتاب مليان مواعيد والوعد النصر أكيد سلطان الوعد لدي المجد من الرب ترنم 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 ليسوع ليسوع المجد للرب يستاهل كل المجد هاللويا للرب سبح الرب في كل حين دائما تسبيحه فمي تعالوا نختم واحنا بنقول أبانا الذي
السماء ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء فنمضي بسلام وسلام رب يكون مع جميعكم. الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر.